السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. في هذا الفيديو خلينا نكمل بلعبة وور باث. كما أنه بعض الأصدقاء سأل بعض الأسئلة، أولا يجب أن أشكر يعني الصديق الذي أشار إلي أنه هنا يوجد لغة عربية، شخص اسمه فكرة ميكس. شكرا سيد فكرة ميكس على الإشارة أنه هناك لغة عربية في اللعبة. وسيد مستر بيسألني طيب كيف أجمع الكوينات. طبعا للأسف أنا قاعد بسجل عن طريق آد سيد ريكوردر. هذا المشكلة أنه يوم أسجل يعني بشكل طولي مثل ما أنا مدور الموبايل حاليا، فما فينيش أقطع الموبايل على أحطه برنامج مونتاج حتى أقطع. فإذا كان في تحميل يعني راح تضطروا تستنوا مثل ما أنا بستنى، أو فيكم أنتم تسرعوا الفيديو من اليوتيوب. طيب خلينا نرجع على اللعبة. طيب خلينا نرجع على المبنى. طيب هون مثل ما أنتم شايفين هون نقاط الخبرة تبعك، هون الصورة، هون تحت 3V يعني 3 VIP، وهون تحت ليفل اكسبيرينس، يعني حتى تزيدوا انتم المستويات تبعكم بسرعه كبيره لازم تزيدوا هاي نقاط الخبره. حتى تزيدوا نقاط الخبره هاي لازم شو تسووا؟ يا ترقوا مباني، يا تهجموا على على الاعداء، يا تقوموا باداء المهمات مثل اليوميه والمهمات تبعت الفصل. طيب حاليا انا على المستوى تبعي او مستوى الخبره تبعي 53000، ونحن اليوم مستوى 20. اذا رحتوا على هون على المور انفو مستوى القياده حاليا مستوى 20. طبعا حاليا عفوا يعني في بعض الاحيان اذا وصلت لمستوى معين ما فيكيش تتجاوز يعني ما فيكيش ترقي المباني حتى ترفع المستوى تبعك. طبعا هذول قاعدين بيحكوا عشان يعني عملت تدريب للجيش تبعي، عشان هيك كل شوي قاعدين بيحكوا، عشان كنت بدي اهجم لعند واحد مشان اخذ المصادر، عشان واحد الاصدقاء واحد من الاصدقاء سال كيف اجمع المصادر. طريقه جمع المصادر هي يا انك تقوم باداء المهمات اليوميه، هون في عندك مين ميشن يعني المهمات الاساسيه، او ديلي ميشن يعني المهمات اليوميه، اذا سويت بهاي المهمات بعطوك هما مصادر. او شغله ثالثه انت فيك ترسل هاي الشاحنه اللي انتم شايفينها هون، ترسلوها مثلا حتى شو تجيب لكم مثلا اما نفط او اويل، يعني نفط عفوا نفط هو نفسه اويل، او مصاري او ستيل. طيب هسه مثلا بدي اروح خليها تجيب لي نفط، بس برسلها خليها تدور. هون بدور مثلا بدور على صلب او حديد او فولاذ، يعني خليها تروح هاي تجيب لي، او هاي كمان شوف تروح على المزرعه تجيب لي مصاري. حاليا شو ارسل ثلاث شاحنات عشان تجيب لي مصادر. طيب اذا رحت على المدينه تبعي حاليا اهم شيء ترقصوا عفوا مبنى القياده، هذا اللي هون مبنى الرئيسي، هذا اوبريشن بيس كوماند يعني قاعده العمليات الاساسيه، يعني هذا بطلب اكثر شيء، بطلب اكثر شيء مدخرات او اشياء عندكم، يعني هو بيعطيك نقاط اكثر شيء. طبعا حاليا انا المستوى تبعي مثل ما قلت لكم 53100. طيب تعال شوف قديش راح يعطيني اذا عملته اكستند او ابجريد، يعني انه رفعته للمستوى التالي. طبعا مثل ما انتم شايفين يعني بده شغلات كثيره، يعني على سبيل المثال بده 191 عرضه خشبيه، 119 اسمنت، 139 بلوك، 159 خشبه، وغير النفط والستيل والمصاري، يعني بده بالملايين. طيب مع ذلك راح نضحي نعمل له بيلد عشان نشوف قديش بزيد. احنا كنا 53100، اعطيه بيلد. طيب هسه شفتوا 98000، يعني زاد مستوى الخبره تبعي تقريبا بحدود ال 40000. طيب باقي الشغلات هسه مثلا هون هسه بقول لي لازم توصل مستوى 21، وهون كمان لازم توصل مستوى 21. هذا توني رقيته فما بقدرش ارقيه. طيب الشغله الثانيه او الطريقه الثانيه انكم تجمعوا المصادر عن طريق الانتاج تبع المصادر، يعني تنتجوا هون مثلا، هون فيكم تنتجوا اسمنت، تضلكم تنتجوا اسمنت 20 وحده. طبعا حاليا وصلت مستوى 20 عشان هيك صار عندي 20 وحده، بس انتم في اول شيء بكون عندكم يعني ورشه انتاج واحده، وبتقدروا تنتجوا مثلا لحد 11 12 بس. طيب هون مثلا راح انتج هون مثلا صلب، وهاي الشغله الجديده هاي لحد الان ما استعملتهاش، بس بنتج منها في حال طلبوا مني بعد شوي. طيب هيك شغلنا ورشه الانتاج، ودينا الشاحنات مشان تجيب لنا شو؟ مشان تجيب لنا مصاري وصلب. طبعا انا عملت بحث مشان شو من عند الريسيرش، مشان اني اقدر اجيب شاحنه رابعه، مشان ابحث كمان في رش، في عندي هسه في عندي تسريع لمده 24 ساعه، بقول انه راح يزيد ال في 110 دقيقه زياده راح تخسرن. معليش معليش. طيب هسه المفروض يكون صار معي شاحنه رابعه، صار معي اربع شاحنات. هسه برجع الشاحنه الرابعه بدور على شغله جديده وبرسلها، او مثلا هون برسلها هيك بجمع. طبعا هون مثل ما انتم شايفين هون قديش بعطوني، بعطوني 240000. طيب روح. طيب المهمات الاساسيه انا سويتها، ما بديش ارجعكم اياها مره ثانيه، ما بديش اعيد
نفس تفاصيل الفيديو، انا بحاول اورجيكم الشغلات الجديده اللي ممكن تسووها، او يعني شغلات اللي فهمتها من خلال لعبي للعبه. طيب هاي مكافآت مثلا، هاي جات مصادر زياده. طيب شو بعد مثلا؟ طيب هون مثلا مهمات، او هون عفوا هاي شغلات بس تفوز عليها، بعطوك هون مثلا، هون بعطوك هذا سباق تسلح مثلا، بعطوك مكافآت، وهون كمان مكافآت. طيب هون كمان هاي شغلات، هاي اذا سجلت عليها دخول بشكل يومي كمان بعطوك مكافآت. هاي دي 1، هاي دي 2، هاي دي 1 بعد هي يعني. طيب خلصت هاي دي 1، هاي دي 2. طيب مش عارف ليش مطلع اصلا هون، يعني كنت مطلع فوق على تحت فيه اثنتين هون. طيب هاي 3 كمان، هاي 4، هاي هيك، هاي هيك. يعني حاليا زدت المصادر تبعي، صار عندي 42 هون. طيب هسه هاي استر فيست، هاي شو اسمه يعني شغلات لهم بالعيد الصبح تبعهم، ما بتمناش احنا ما نستفيد منها اشي. طيب هون مثلا هاي الشنطات كمان، هاي هيك، هاي هيك، هاي كل المكافآت اخذناها. هسه فينا نرفع شو مستوى القيادة تبعنا ومستوى الخبرة تبعنا. هسه نروح على المدينة تبعك، انت اهم شي تضلك ترقي مباني، يعني كل ما تقدر ترقي مباني رقيها. هاي مثلا انا صرت مستوى 16، بس طبعا شو بدي؟ بدي اسمنت، المشكلة ما معيش اسمنت، يعني بدي 18 تقريبا اسمنت حتى ارقيها. راح اروح على الانتاج واسرع، عشان اذا بدي اهجم على حدا بعطوني بس واحد، فاحسن لك تنتج وتسرع الانتاج. هون رش مثلا، مثلا عندي 10، واحدة، اثنتين، ثلاث، ضل قديش؟ طيب هاي 4، هيك تقريبا سويت 14 وحدة. خليني انتج بشكل دائم عشان اشوف برا تستغل وقت. طيب هسه بدي اعمل لها ترقية، هاي طبعا بدهم مصاري، بدي 44، بعد بدي 5 هون. طيب نرجع الانتاج مرة ثانية زين، هاي ايوه هون راح اعطي رش كمان واحدة، ثنتين. طيب المفروض هسه صار معي اسمنت بكفي اني اعملها ترقية، بس شو بدهم مصاري، مصاري المفروض اني جمعت كثير يعني حاليا معي 500 كمان هون، راح اعطيه ترقية. طيب في كمان بضلك ترقي شو، ترقي الضباط تبعك، يعني تستفيد من هالشغلة هاي انه بزيد مستوى خبرة الضباط تبعك. راح ارقي شي ضابط من الضباط، هاي اوفيسرز، هاي الان مثلا لابسة النورة، راح ارفع الرتبة تبعها شوي. حاليا 24000، بدك هيك واحد، هيك رفعت صارت مستوى 21. هذا استاذ المرفأة كمان، هاي رفعنا صار مستوى 19. هذا بده قديش؟ بده 45000، بس تعملوا هاي واحدة وخلص، هيك 50000. هاي صاروا كلياتهم شو 18 19. طيب هاي مليحة كمان، ارفع المستوى تبعها، بس بدها 58000، هاي مشكلة. 50000، 60000. طيب هيك رفعنا ثلاث رتب، ثلاث قادة. طبعا المشكلة يعني كثير من الأحيان بتعلق بمعارك، بس هاي خلنا ناخذ يعني في معارك بعلق فيها لحد الآن. يعني مثلا المعركة هاي تبعت الفصل الرابع هون، هاي يعني بس بدي أرافق شاحنة من مكان لمكان، بس مع ذلك تباروني، مانيش عارف لحد الآن أوصلها. أورجيكم إياها بس على السريع، ما بديش أطول الفيديو كثير عشان أطال الفيديو أساسا. طيب بس يعني بدي اوصل الشاحنة من مكان لمكان. طبعا في مرة تكون بدكم تتحملوا عشان ما فينيش اقطش الفيديو، يعني كنت ما فينيش اقطع الفيديو اساسا. طيب هذا الاصبع شيء لفاشل، هذا الاصبع ما فيش، كل ما يهجم شوي بيمشي مترين ثلاثة بلاقيه ميت، مع انه حاطينه على اساس انه زلمة كثير. طيب راح اقدمهم شوي مشان يحموا شو الشاحنة هاي تبع المواصلات او تبعت النفط، مش عارف تبع شو. المهم الشاحنة هاي بدنا نحميها. طيب تعال انت هسه بعد شوي ببين منين بيجوا الاعداء، لازم تحميها. بس احيانا بسطلوا يعني، يعني بيهجموا الاعداء وبضلوا يتفرجوا عليك. طيب هذول هجموا، تمام مزبوط. طيب اهجمها. طيب المفروض انه نحمي هاي،
طيب كويس، هيك اول خطوه خلصنا منها. المفروض توصل لوين؟ يعني المكان هذا الاخضر. بس بعد شوي ما بتشوفهم غير ماتوا الجنود تبعي من فشلهم. والله شنو الجنود تبعي صاروا ميتين، الله يعطيهم العافية، دغري بموت. طيب لازم نوصل لهم هناك، إن شاء الله نوصل لهم. اجوا جماعة هذول الرافن، لازم نهجم عليهم قبل ما يهجم علينا هم. عشان الأساتذة بتركوهم بيجوا هم بيهجموا شو على الشاحنة. يعني بالعادة بصير أربع هجمات، هاي الحجمة الثانية، شوف الضابط تبعي صار ميت. طيب حلو، هاي تنتين بعد في هجمتين هسه بدنا نحاول ننفذ منهن، إذا نفذنا منهن بكون نجحت اللعبة. شوف الفشل، شوف بدور دورة خامة، الله يستر ما يموتون هسه. طيب طيب لحد الآن هي القوة تبعها 100 يعني، لحد الآن بعدها جيدة، الله يستر. طيب ما حداش هجم لحد الآن. اتحركوا خلصونا عاد. شوف النياطة تبعهم بعلو. هذول ما طلعوا هذول لسه، هسا هذول بيقضوا علي، ما فيش حركتين ثلاث بكون قاضين عليه. ضلوا يتفرجوا هسا، ضلوا يتفرجوا مثل ما صابوا يذبحوهم. هذا الصداع ضاع على الزلمة صار ميت. هاي الثانية الآن سووا الخراطة تونا رفعنا المستوى تبعها، صارت ميتة تمام. ما ضل غير هذا الأستاذ. هذول فيك تعملهم بنكر مشان على أساس إنه شو؟ إنه ملجأ مشان يحموا حالهم شوي. بس الملجأ هو قلت واحد أنا صراحة. يعني 90% سيموتون عشان يضل 3 دبابات وأني يضل معي شو؟ يعني على أساس معي 4 دبابات بس دباباتي ما تعملش شي مع دباباتي. يلا طيب كويس، ضل الدبابتين. شوف الجندي تبعي مسطول بضل يتفرج، ما عنده استعداد يتحرك. يعني بلشت معي 5 وحدات بضل معي وحدتين بس. طيب ان شاء الله تكون وصلت، بضل معي 2. يعني اول مره بوصل المستوى صراحه، دائما بموت هم مكانه، ما بوصلش للمستوى هذا. طيب هذا لازم تشيل البنكر او المخبأ عشان يقدروا يتحركوا هسه. هسه لو طلع لي حدا خلاص انتهت اللعبه، ما حدش يقدر يقاومني. يعني بلاش معي 5 وحدات ظل معي وحدتين، حتى ظل معي 3 4 جنود. A new delivery of supplies comes as a pleasant surprise. But more important is the trusted intelligence. High command asks you to attack. It's a real honor to fight for you. We'll defeat Raven. No worries about that. طبعا بدك تتابع سلافة طويلة، ما لناش نعطيهم متابعة سلافة كونة. طيب هذا كان فيديو، ما بديش اطول فيه كثير صراحة عشان اوريدي طولت يعني مثل ما بقول. بس هاي الفكرة، كنت اورجيكم شلون فيكم ترفعوا نقاط الخبرة تبعكم بسرعة عالية، هي عن طريق ترقية المباني الأساسية وجمع المصادر، بكون عن طريق إما الشاحنة أو الهجوم على رافن أو مخابئ رافن، يعني مخابئ الأعداء الموجودة هون، أو أداء المهمات اليومية الموجودة هون في في اللعبة. طبعا هون خلصت الفصل هذا، بس اعطوني هون بس اعطوني نقاط هون. طيب خلينا نشوف قد يوصل مستوى الخبرة، صار 113 ألف، بعد بدي 44 ألف حتى أوصل المستوى الثاني. طيب راح اوقف الفيديو هون. طبعا هون مثل ما انتم شايفين هون كمان بعطوكم مكافآت على الفي اي بي، يعني هاي اللي عملت مهمات بعطوك مكافآت عشان تعمل اي بي في اي بي. طيب راح اوقف الفيديو هون، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، القاكم في فيديو اخر ان شاء الله. دعونا عمر اصوات في مشترك.